فضيل الشيخ، استغل موضوع الزكاة في موضوع الفتوى التي انتشرت هنا وهناك في موضوع تقديم الزكاة. طيب شيخ، لو أنا زكاتي الآن في شهر 12 ديسمبر القادم، نعم، بسبب الأوضاع ممكن يعني أقدمها الحين؟ نعم، أولا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه زكاة سنتين مقدما، فهذا لا إشكال في ذلك. عند الشافعية الزكاة العام ممكن تقديمه، السادة المالكي يشددون في قضية تقديم الزكاة بشهر أو شهرين فقط، لا ليس أكثر من ذلك. لكن في ظل الأوضاع الحالية الكل متفق، يعني أغلب العلماء المعاصرين يفتون بهذا، بجواز تعجيل الزكاة سدا لحاجة المسلمين الآن التي طرأ عليهم بسبب توقف الأعمال، توقف الرواتب إلى غير ذلك. بعض الناس فقدوا وظائفهم فهم في حاجة إلى إغاثتهم بمال الزكاة وهم مستحقون للزكاة، فالفتوى بتعجيل الزكاة وهذا أولى.